بعد أحداث مدينة الموصل وسقوطها بيد تنظيم داعش، والذي أدى إلى نزوح أكثر من 1.5 مليون مواطن إلى داخل العراق وخارجه، توزع غالبية النازحين في مختلف محافظات العراق، لكن الثقل الرئيسي لهم تركز في محافظة دهوك بحسب وزارة الهجرة، وذلك لقربها من مدينة الموصل. وعلى هذا الأساس تمت المباشرة بفتح عدد من المقرات البديلة لدوار محافظة نينوى لتسير معاملات النازحين، وكان في مقدمتها مجلس المحافظة الذي باشر بتشكيل لجان وفتح مقرات بديلة لمختلف الدوائر الخدمية للتخفيف عن كاهل النازحين. سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل والمناطق الكثيرة منها، والسيطرة على الدوائر الحكومية في داخل مدينة الموصل، التجأنا إلى أقليم كردستان، وبدورنا كمجلس محافظة نينوى نقدم الشكر والتقدير إلى أهالي وشعب كردستان شعبا وحكومة لما تلقيناه منهم من احتضان ومعاملة جيدة. والآن توجد بعض الدوائر الحكومية التابعة لمحافظة نينوى في أقليم كردستان، في مدينة دهوك وأربيل والسليمانية، وفي مختلف المناطق، منها في نخص بالذكر المديرية العامة أو ممثلية وزارة التربية في دهوك وفي السليمانية وفي أربيل. جامعة الموصل بدأت في افتتاحها في محافظة كركوك مع بداية الدوام الرسمي، وكان المقر الرئيسي هناك، وافتتحت الجامعة بالكليات العلمية اللي تضم المجموعة الطبية والمجموعة الهندسية والكليات العلمية والبيئة، وكذلك هناك موقع بديل في محافظة دهوك في منطقة سميل. كذلك بدأ الدوام المرحلة الأولى مع بداية الدوام مع بداية ظهور النتائج على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الأساتذة جميعا متعاونين في هذا المجال، ويأتون من أماكن بعيدة جدا، ومنهم من يأتي 3 أيام في الأسبوع أو 4 أيام في الأسبوع، يقضي في الطريق 3 ساعات ونصف مجيئا و3 ساعات ونصف ذهابا، في سبيل أنه يعطي المحاضرات لطلاب جامعة الموصل. في محافظة دهوك افتتحت الكليات الإنسانية في موقعين في منطقة سميل، منطقة فيها 7 كليات من ضمنها الآداب والتربية للعلوم الإنسانية والتربية تربية بنات والتربية الأساسية، وكذلك العلوم الإسلامية والقانون والفنون. وفي موقع آخر كان هناك بعض الكليات مثل الآثار، وكذلك التربية الرياضية والإدارة والاقتصاد. مجلس المحافظة تعاون معنا، وكذلك مقر المحافظة تعاون معنا، سيد المحافظ تعاون معنا، ورئيس مجلس المحافظة تعاون معنا، وبذلوا مجهودا كبيرا مع السيد رئيس الجامعة دكتور عبيد دوتشي، مجهودا كبيرا لاستحصال الموافقات الأمنية لتأجير البنايات وافتتاح الكليات في داخلها. تربية نينوى السابق كان هناك نظام غرف إدارية كنظام الفنادق الغرفية، يكون أوفر وأحسن من البناية الحديثة، لكن البناية الحديثة الآن اللي نحن متواجدون فيها لا توجد بديل آخر لها، ولهذا اضطرنا أن نكون في هذه البناية. مجلس محافظة نينوى مشكورين طبعا، تعاون مستمر ومن خلال التنسيق معهم، ونتبادل المعلومات الخاصة بالنازحين ولمصلحة النازحين. أي مثلا أي إجراء طارئ أو أي احتياجات هم يعلمون بها، وإحنا عندنا آلية أخرى مثلا بالتنسيق مع محافظة دهوك والوزارة والجهات ذات العلاقة نلبي احتياجات النازحين.
بالنسبة لفتح المراكز التسويقية والفرع البديل في بادئ الأمر تم التنسيق مع مجلس المحافظة ومناقشة آلية فتح مقر فرع بديل لفرع تجارة حبوب نينوى وفتح مراكز تسويق في ساحتي عين زالة ومشيرفة، وتم التداول بين مجلس المحافظة ووزارة التجارة، يعني تم حصول موافقة بفتح مقر الفرع والمواقع التابعة له.
إن معظم مقرات الدوائر البديلة لا تصلح للعمل نهائيا، فضيق المكان وقلة الإمكانيات والدعم وبعدها عن مناطق سكن النازحين أثر سلبا في تقديم الخدمة للمواطن، خصوصا مع صعوبة الإجراءات المتبعة والروتين المعمول به في هذه الدوائر، ما أدى لتأخير إنجاز معاملات النازحين وإكمالها دون المستوى المطلوب. لدينا مقر مجلس محافظة الأصلي والرئيسي في دهوك، وهذا المقر بصراحة نشكر التسهيلات التي تم تقديمها إلينا كدوائر وكمجلس محافظة وكحكومة محلية في نينوى، ونشكر حكومة أقليم كردستان، ولكن هذه المقرات بصراحة ضيقة لا تستوعب، نحن كمقر مجلس محافظة لا تسع إلى الأعضاء لأننا 39 عضو ويجب أن يتوفر لكل عضو مكتب، وهذه المقرات ضيقة، ولكن على كل حال تمشي الأمور. الشيء المهم هو ليس بالمكاتب والمقرات أو محلات التواجد، وإنما هو تقديم الخدمة للمواطنين وتسهيل كل الصعوبات التي يواجهون نازحين في هذه الظروف الصعبة، وإن شاء الله ماضون في تقديم الخدمات إلى أهالينا ونازحين في كل منطقة وفي كل منطقة يتواجدون فيها. طبعا البنايات التي استأجرتها جامعة الموصل وأصبحت مكانا لدوام الطلاب في البداية كانت غير كافية، ولكن بعد استئجار بناية أخرى أصبحت الدوام سلس جدا وكافي، لانقسام من 14 كلية 7 كليات يدامون في مكان و7 كليات يدامون في مكان أخرى، وأصبح الدوام ماشي بصورة مستقيمة وبصورة مبسطة. يعني هناك فرق شاسع بين التربية القديمة السابقة في نينوى والتربية الآن، وذلك بسبب ظروف قسم من الموظفين السابقين، حيث اختلفت السكن في جميع أنحاء العراق، فقسم من الموظفين السابقين تربية نينوى الآن تراهم في بغداد وسليمانية ودهوك وأربيل وكذلك كركوك، وبعض منهم خارج قطر العراق. هذا الهجرة أو النزوح للموظفين اعتيادي كان له تأثير على الإداء للمديرية العامة لتربية نينوى. كوادر لدينا قديما وحديثا، الكوادر الموجودة داخل ممثليتنا الآن متنوعة، لم تقتصر فقط على الكوادر الحديثة، ولكن كوادر أيضا لديهم خبرات سابقة، ممارسين في الأعمال، مساندين للكوادر الجديدة، وأعتقد أن الكوادر الجديدة الآن هم يستفادون ويكتسبون خبرة من خلال عملهم الذين يمارسون فيه الآن. البناية أكيد بها يعني نقصات من ناحية مثلا من ناحية الغرف، من ناحية التصميم، لأنها هي مو مجهز أو مو مبنية كدائرة. احنا كفراغ احنا أجرنا هذه البناية لنا للوزارة، فهي أساسا هي بيت مبنية كدار مو كدائرة. أكيد عندنا كم شو نقول مشاكل بالتصميم وهاي، بس بشكل عام هي بناية جيدة، بناية كبيرة ومعزولة عن الناس، وبحكم عملنا أنه عندنا مراجعين بالمئات، مرات بالمئات يجتمعون بالباب، فهاي طلب الأمر أنه نكون بهيجي منطقة معزولة مو مؤهلة بالسكان وكثيفة السكان. بالنسبة لبناية الدائرة التي تم تأجيرها لغرض فتح مقر الفرع البديل في محافظة دهوك، حقيقة كنا نتأمل أن يكون هناك دائرة أوسع، يعني زخم العمل وعدد العاملين، ولكن مع ذلك يعني
تفي بالغلط في الوقت الحاضر. الموظفين اللي حاليا في دوائر الدولة مو بالطموح اللي كان سابقا في الدوائر الأصلية اللي هي داخل محافظة نينوى. أكيد نعلم أنه العمل مربك وصعب جدا، ولكن بالمستطاع إن شاء الله الوضع ماشي باللي يقدر عليه إن شاء الله الكل الموظفين، وهذه بشهادة أن الكل ما يقصرون، لأن الوضع العام مربك وصعب جدا، وبعد الطريق اللي يعاني من الكامبات خاصة عندنا مخيمات وعندنا مسافات جدا بعيدة. غير هناك يعني لا نقول أنه شغلة الكفاءة أو العنصر المناسب في المكان المناسب أو الغير مناسب، لكن ليس هناك خبرة من الموظفين، ليس هناك كوادر كاملة تجدها في دوائر الدولة. هناك دوام غير منتظم صباحا كان أو من نهاية الدوام، ليس هو بالمستوى المطلوب من ناحية المساحة، لكن كأثاث بالمستوى المطلوب. من ناحية المساحة ضيق جدا، مكتظ بالمراجعين والمواطنين، ليس هناك حتى مكان. معظم الدوائر وممثليات محافظة نينوى وفي الإقليم في دهوك وفي أربيل لا تجد بيها مكان لوقوف السيارة بصراحة. مكانها صغيرة، وكل ما نروح نراجع ماكو ازدحامات هواية، ونروح هناك وموظفينها ما عندهم خبرة. ما قبل وين أنا كنت أوسع، هسه لا كلها ضيقة وأصلا ماكو كلش ضيقة ما أبد. أي راجعت وخن ازدحام وما تمشي أبد أبد، ننتظر شقد وهمين ما تمشي. تأخر إطلاق موازنة نينوى حال دون تقديم الخدمات للنازحين وتطوير عمل دوائر المحافظة. بحسب المسؤولين فمن غير الممكن أن تقوم دائرة بتسيير مختلف المعاملات لأكثر من 1,000,000 مواطن دون وجود مورد لها، فلا بد من إيجاد حلول مناسبة وسريعة وجذرية لإيصال مستحقات نينوى المالية، خصوصاً
وإنها تعتبر حاليا من أكثر المحافظات تضررا في العراق. طبعا هو المقر مو ضروري بالقدر الذي اهتمامنا و أو المطلوب من عندنا تقديم الخدمات للمواطنين ولنازحين ولأهلنا والمتواجدين هنا. المقر موجود ولكن ليس بالمستوى الذي كنا في الموصل. نعم، ولكن ليس المهمة بالمقرات أو الدوائر الموجودة. نحن نطمح أن يكون مقر أوسع وأكبر، ولكن الموجود هو هذا، لأن لا توجد تخصيصات مالية من قبل الحكومة الاتحادية والميزانية التشغيلية المخصصة لمجلس المحافظة لحد الآن. نحن نطالب الحكومة الاتحادية بتخصيص الميزانيات التشغيلية لجميع دوائر محافظة نينوى المتواجدة في الأقليم والتي تعاني من هذه المشكلة في هذه الظروف الصعبة، لإكمال تقديم خدماتها إلى النازحين في هذه الظروف الصعبة. طالب الحكومة الاتحادية بتقديم أو تسليم الميزانيات التشغيلية لدوائر محافظة نينوى. نحن كمجلس المحافظة نعاني من هذه الميزانية وكيفية تقديم الخدمات إلى مواطنين ونازحين، وحتى خطة تنمية الأقاليم البالغة 371 مليار لم نستلم منها سوى 3 مليارات، وبينما توجد مقدمين لبعض المحافظات فوق 100 مليار، ونينوى ثاني محافظة في العراق. نطالب الحكومة الاتحادية بتقديم هذه الميزانيات إلى حكومتنا المحلية للتهيئ وتقديم الخدمات إلى أهلنا. هذا الموقع لجامعة دهوك، لجامعة الموصل في منطقة دهوك، بذل مجهودا كبيرا جدا في سبيل أنه لا تذهب السنة الدراسية عن الطلاب. وإضافة إلى ذلك، قامت جامعة الموصل بإداريات كثيرة جدا، وبذل الإداريون مجهود كبير جدا 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 في سبيل إصدار الوثائق، وثائق التخرج للطلاب وإصدار التأييدات كذلك للطلاب، مع معاملة الطلاب الذين كانوا يدرسون خارج العراق تمشي أمورهم في جميع بلدان العالم، وكانت الأمور جدا سلسة بالنسبة للجامعة. أصدرنا بطاقات ذكية للنازحين، وأكو قسم من عندهم ما مستلمين لحد الآن، يمكن هي إجراءات تتعلق بالروتين أو بالآلية إصدار البطاقة مثلا. بس كفرع دهوك أو كمكتب دهوك ممثلية الوزارة الهجرة والمهجرين، تم تسجيل حوالي أكثر من 100,000 عائلة نازحة ضمن حدود محافظة دهوك، وهاي الأسماء تدخل طبعا قاعدة البيانات يمنا، حتى التضارب او اعاده شو نقول، حتى تكون مسيطره من قبل لجان توزيع المساعدات، لان حتى تكون كلها مشموله بالمساعدات. فاي فئه نختارها او تدخل ضمن خطه التوزيع، هاي الفئه طبعا اول شيء نتاكد من وجود اسمائهم بقاعده البيانات، وبعدين ننتهم السلات المخصصه لهم، المساعدات المخصصه لهم، والمساعدات تتضمن مساعدات غذائية وغير غذائية. غير غذائية مثلا السلات الصحية، مثلا عندنا الصوبات والبطانيات مثلا لهذا الشتاء، وبالتعاون مع وزارة النفط هاي آخر شيء تفضلت مشكورة أنه تتوزع الخطة أنه كل عائلة تأخذ 200 لتر من النفط الأبيض. نعم، وبالتعاون مع محافظة دهوك ودورنا كدور إشرافي، احنا لاحظنا انه العمليه تمشي بصوره جيده جدا، وان شاء الله قبل في فتره قصيره راح كل العوائل الموجوده ضمن حدود محافظه دهوك راح تاخذ حصتها من النفط الابيض، وان شاء الله راح تكون بخدمه المواطنين النازحين. الخدمة الرئيسية التي خدمنا النازحين هي فتح المراكز التسويقية في ظروف استثنائية صعبة وإمكانيات محدودة. قمنا بفتح المراكز التسويقية في عين زالة ومشيرفة واستلام حاصل 2015.
واستلام 73 ألف طن. وخططنا الحالية نتأمل بإضافة مواقع أخرى، يعني السنجارة المحررة يتم التنسيق مع الشعب الزراعية إذا كانت هناك مساحات مزروعة، نتأمل فتح مركز تسويق هناك، وأيضا مناطق سهل نينوى يتطلب فتح مركز تسويق هناك، لأن الوارد كان يتم تسليمها في ساحة عين زالة في زمار وهي بعيدة عنهم. أكيد ضمن الرقعة الجغرافية اللي حاليا نحن فيها كدوائر الدولة بالنسبة للمواطنين لا تلبي الاحتياجات أو الوضع اللي حاصل حاليا بالنسبة للمواطن كنازح. نحن الآن في محافظة دهوك بالنسبة للنازحين الموجودين حاليا هنا ودوائر الدولة اللي موجودة داخل ضمن الرقعة الجغرافية هذه، أكيد هناك بعد المسافة، قلة السيولة المادية لدى المواطن، هذه كلها مشاكل. معاناة دوائر ممثلية محافظة نينوى في إقليم كردستان تحديدا محافظة دهوك، هناك نوع من الرتابة والروتين، شبه الروتين الالتزام، حين تراجع دائرة معينة أو ممثلية معينة هناك يعني التزامات وتشدد من التزامات تعيين العفو تعليمات وتطبيق قانون ومادة، وهذه نحن ظروفنا لا تسمح بهذا الرتابة وهذا الروتين، كسر الروتين. لا نقول أنه تجاوز القانون أو التعليمات أو ما وفق به، لكن هناك تسهيل أمر، كلنا نازحين، كلنا ظروفنا صعبة، هناك من يفتقر إلى مستمسكات أصلية أو ما شابه، هناك من ليس لديه معين أو بحاجة لهذه المعاملة أو مادة معينة لإقضاء الأمر أو تسهيل الأمر.